أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المصدر أونلاين: صحفي أمريكي يتحدث عن مقاتلين في تعز يحاربون الحوثيين في اليوم الأول ويقاتلون القوات الحكومية في اليوم الثاني. من الموقع بوست: انتزاع أكثر من 400 لغم أرضي من مزارع مديرية واحدة في صعدة. وفي الأخبار المنوعة: تحطم أغلى طائرة عسكرية في العالم لم تمضي 24 ساعة على أول طلعة لها. أهلا بكم. قسم الكاتب الأمريكي غريغوري دي جونسون الحرب في اليمن إلى ثلاثة حروب، وتوقع أن تشهد اليمن فترة حرب طويلة ودموية، خصوصا مع تعقيد الحرب الذي ينافس وحشيتها مع مجموعة من الجهات الفاعلة التي لديها أجندة سرية ومتغيرة. وقال جونسون في مقاله الخاص عن حرب اليمن في ترجمة خاصة للمصدر أونلاين أن هذا التداخل كان سببا في إطالة أمد الحرب الذي كان يفترض أن تنتهي في ثلاثة أسابيع ومضى عليها الآن أكثر من ثلاث سنوات. يقول الكاتب أن الحرب في اليمن انتقلت من السيء إلى الأسوأ، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من المدنيين المعرضين لخطر المرض وسوء التغذية جراء حرب تشترك فيها مجموعة من الجهات الفاعلة التي لديها أجندة سرية ومتغيرة. جونسون من المؤسسة العربية يصف الحروب الثلاثة التي يواجهها اليمن: الكفاح ضد الإرهاب، والحرب الأهلية، والصراع الإقليمي الذي يشمل السعودية والإمارات وإيران، وكل منها له ديناميكيته الخاصة، وهم معا يدمرون اليمن. وعن ما يجري في تعز قال الصحفي أن الميليشيات السلفية في تعز تحارب الحوثيين في اليوم الأول وتحارب القوات الحكومية في اليوم التالي. ومثال آخر يريده الصحفي لتأكيد تداخل المعركة: ففي محافظة البيضاء يقاتل كل من تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية داعش الحوثيين، بينما في شبوة تشن القاعدة بشكل روتيني هجمات ضد القوات المدعومة من الإمارات. تتذكر سبا عباد في هذه الأيام المرتبطة بثورة 26 من سبتمبر أولئك الذين ظلوا يكررون محاولاتهم لكسر جدار الظلم والاستبداد حتى وقع يوما ويحاول أن يعود بعد كل هذه العقود، وتقول الكاتبة في الموقع بوست: حدثني عن الأبطال الذين ثاروا ولم يصبروا، عن البطل العراقي الجامح جمال جميل الذي حكم عليه بالإعدام في بلده ثم نجا منه وساقته المشيئة الإلهية إلى اليمن، وكأن ريح الحرية والثورة تقول له أمطر حيث شئت سيأتيني خراجه. الشهيد جمال جميل الذي لم يرى فرقا في مدلول القضية بفارق الزمان وتبدل المكان، فالحرية الحرية أينما كان الإنسان لا بد أن تكون. الرئيس جمال جميل كما كان يطلق عليه وصل إلى اليمن عام 1939 ليبدأ مرحلة نضالية جديدة في مكان أمس ما تكون الحاجة إليه فيه. هو رجل كذلك الرجل آنذاك الذي غلف به الإمام يحيى اليمن لعقود من الزمن وعزلهم عن العالم والحياة. من هنا تسرب الضوء من ذلك الثقب الذي أحدثته الأيام. في غفلة من الإمام الطاغية والمستبد وصل جمال جميل ليبدأ رحلة كفاح جديدة ويؤسس مع من ساروا معه لثورة تحققت عام 1948 مع عبد الله الوزير وغيرهم، الثورة التي أطاحت بالإمام يحيى برصاص الشهيد القردعي، غير أنها انتهت بعد فترة قصيرة وعاد الإمام أحمد الذي كان أشد تنكيلا بالشعب من أبيه فأعدم الثوار بعد أن حاصرهم في صنعاء، من بينهم الشهيد جمال جميل الذي لم ييأس ولم يتخلى عن يقينه في استمرار قضيته حتى عندما سيق للموت قبيل إعدامه. حدثني عن الشهيد الثلاية قائد ومحرك أحداث 1955 التي كادت أن تطيح بحكم الإمام أحمد. حدثني عن الشهداء الثلاثة العلفي واللقية والهندوانة الذين حاولوا اغتيال الإمام الطاغية أحمد بن حميد الدين عام 1961.
حدثني عن مهندس ثورة 26 من سبتمبر، قائدها وأول شهدائها الشاب اليافع ذي 20 ونيف من العمر، الشهيد علي عبد المغني الذي أشعل فتيل الثورة التي أطاحت بأعتى الأنظمة الدكتاتورية المستبدة التي حكمت اليمن لفترة طويلة من الزمن وأعلنت الجمهورية نظاما بديلا. ظل قناص تابع لميليشيا الحوثي مختبئا في منطقة الجنان غرب مدينة التحيتة الواقعة قرب مدينة زبيد التاريخية، وحين لم يقدر على خوض المعركة مع من يراهم خصومه حدد أهدافه من الأطفال، وأمس أقدم على قتل طفل من الأهالي، وعنون موقع عدن الغد مقتل طفل برصاص قناص حوثي جنوبي الحديدة. ذكر مصدر حقوقي أن الطفل طارق جناني ذو 7 أعوام قتل إثر تعرضه لطلقة نارية بسلاح قناص تابع لميليشيا الحوثي، ووفقا للمصدر فإن الميليشيات تواصل استهداف البلدة من مناطق تمركزها في المزارع المحيطة بزبيد، ولا يزال 6 أطفال يرقدون منذ أيام في العناية المركزة بعد استهداف مدفعي حوثي على بلدة جلة حماس الواقعة جنوب غربي مديرية التحيتة جنوبية الحديدة. أشار إلى أن الميليشيا الانقلابية تتعمد استهداف الأطفال وقرى المدنيين القريبة من خطوط النار بهدف طردهم من منازلهم والتمترس فيها. نسبة كبيرة من أهالي مديرية باقم بصعدة كانت الزراعة مهنتهم الأولى، وحين استولت ميليشيات الحوثي على المديرية حولت الزراعة من الفواكه والحبوب إلى زراعة الألغام. ويقول الموقع بوست صعدة انتزاع أكثر من 400 لغم أرضي وعبوة ناسفة في باقم. يؤكد الموقع أن الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني في محور علب بمحافظة صعدة تمكنت من انتزاع أكثر من 400 لغم أرضي وعبوة ناسفة كانت ميليشيا الحوثي زرعتها في مديرية باقم شمالية المحافظة. ووفقا للعميد عزيز الخطابي قائد اللواء 3 حرس حدود فإن الفرق الهندسية بالمحور انتزعت الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات في عدد من القرى والمزارع في مديرية باقم. أضاف الخطاب بأن الميليشيا تقوم بزرع الألغام في الأحياء السكنية والطرقات العامة دون مراعاة لتواجد السكان المدنيين. اليمن تآكل القوى الميليشاوية، تحت هذا العنوان كتبت بشرى المقطري مقالها في العربي الجديد مضيفة في جزء من المقال. تحول جماعة الحوثي إلى خندق الدفاع في معظم الجبهات يعكس حجم الضغط على الجماعة، لكن ترجيح ما يذهب إليه مراقبون كثيرون أننا نشهد حاليا عدا تنازليا لبداية سقوط سلطة الجماعة، ويحتاج إلى استقصاء دقيق يتجاوز تحركات جبهات القتال وخلافات الخصوم إلى أثر تلك المعارك على المدى البعيد على جماعة الحوثي باعتبارها عوامل استنزاف للموارد البشرية والاقتصادية للجماعة، وانعكاس ذلك على إدارة سلطتها في المناطق الخاضعة لها. السياسة القهرية التي تتبعها جماعة الحوثي في تجويع الملايين من اليمنيين في مناطقها في مقابل احتكار الجماعة والقوى المؤيدة لها للموارد الاقتصادية عززت وبشكل لافت من نقمة المواطنين، وإذا كان فساد سلطات الحرب سمة لافتة سواء سلطة جماعة الحوثي أو السلطة الشرعية، فإن تخوف جماعة الحوثي من تحرك شعبي في مناطقها بدا ملحوظا، ليس فقط في محاولة تحميل الشرعية والتحالف المسؤولية عن الانهيار الاقتصادي، وإنما استباق أي تغيير في موازين القوى في مناطقها من خصومها المتربصين. لا يمكن في اليمن التكهن بمدى صيرورة القوى والأحزاب ومستقبلها، وفي حين تتشكل في الأفق سحب عاصفة فإن أحداثا دراماتيكية قد تغير مسارها بشكل مفاجئ. إلا أن البديهي هنا أنه مهما كان عامل الزمن حاسما في قياس التوقعات بين توقيت الصعود والانهيار، فإن مرور 5 سنوات منذ انقلاب جماعة الحوثي على السلطة وتدشين الاحتراب الأهلي بمعية صالح قد عرت كثيرا من قوى الحرب وأدت إلى تآكلها، وكانت هذه التعرية والضعف والسقوط من داخل هذه القوى لا من خارجها. الأوبزرفر نشرت مقالا لسايمون تسيدال الصحفي المختص بالشؤون الخارجية يحاول فيه الربط بين الحرب الجارية في اليمن ومعاناة المدنيين فيها
والكونغرس الأمريكي، ويقول في تقرير ترجمته البي بي سي أن الكونغرس الأمريكي يناقش قرارا قد يؤدي إلى إضعاف قدرة الإدارة الأمريكية على تقديم الأسلحة للتحالف الدولي الذي يخوض الحرب في اليمن ضد الحوثيين بقيادة السعودية. ويعتبر تسيدال أن صور الأطفال القتلى أو المرضى في اليمن قد أصبحت علامة لهذا الصراع، سواء قتل هؤلاء الأطفال في غارات جوية على منازلهم أو مدارسهم، أو حتى ماتوا نتيجة نقص الغذاء والدواء. ويقول أن هناك حراكا في العالم الغربي لتقييد بيع الأسلحة لكل من السعودية والإمارات. يتساءل محمد مصطفى العمراني، ما إذا كانت السعودية فعلا بدأت بمد أنبوب نفطي عبر المهرة، وما هي حصة الحكومة من ذلك، وهل هي على دراية؟ وأضاف في الموقع بوست: حاولت السعودية من قبل سنوات مد أنبوب نفط عبر الأراضي اليمنية إلى البحر العربي، وبذلت مئات الملايين، لكن هذا الطلب قُبل بالرفض. والآن وجدتها فرصة سانحة بعد تدخلها العسكري في اليمن عبر لافتة دعم الشرعية وتحكمها بقيادة الشرعية والحكومة اليمنية، حيث يجري إقامة مشروع كهذا في أجواء من الغموض ودون وضوح إن كان هذا العمل قد تم إثر صفقة تم إبرامها مع الحكومة اليمنية أم لا. وإذا كانت هذه الصفقة قد أبرمت، فعلى أي أساس وكم حصة الحكومة اليمنية من هذا المشروع، وكم نسبة عائداتها السنوية؟ ولماذا يتم إخفاء صفقة كهذه وعدم مصارحة الشعب بها؟ وإذا كانت السعودية قد شرعت بمد هذا الأنبوب النفطي وبدون ترخيص وموافقة الحكومة اليمنية التي تتحكم بها، فهنا الإشكالية أكبر، إذ تتصرف السعودية كدولة احتلال لا تراعي سيادة ومصالح أبناء اليمن وتنتهك أراضيه وبكل صلف. وهنا فإن الشعب اليمني وقد بدأ ينتفض سلميا رفضا لهذه الممارسات كما يحدث في المهرة، سيجد نفسه أمام خيارات كثيرة في مواجهة تحالف جاء من أجل إعادة الشرعية ثم انتهى به المطاف لعرقلتها وتنفيذ أجندته الخاصة والتي على حساب الشرعية والمصالح اليمنية. في جولتنا اليومية بين الصحف الفرنسية نطالع في صحيفة لوفيغارو الفرنسية: باريس هرم من الأحذية ضد القصف. قالت الصحيفة التي ترجمت خصيصا لقناة بلقيس أن منظمة هانديكاب انترناشونال غير الحكومية قدمت دعوة إلى الباريسيين لإلقاء أحذيتهم المستعملة للاحتجاج على قصف المدنيين في مناطق الحرب. تضيف الصحيفة: يقع كل يوم في العالم 90 مدنيا ضحايا للقصف العشوائي وفقا للمنظمة غير الحكومية. تقول: تدور اليوم في المناطق الحضارية عدد من المعارك يشكل المدنيون 92% من ضحايا الأسلحة المتفجرة، وقد أطلقت المنظمة عريضة وهي تأمل في جمع مليون توقيع للضغط على الدول، حيث تعمل 12 دولة على تطوير إعلان سياسي مدعوم من الأمين العام للأمم المتحدة ضد القصف في المناطق المأهولة بالسكان. وقال خافيير دي كريست مدير المنظمة الفرنسية: أننا نستهدف جميع الدول التي لا تحترم القانون الإنساني الدولي، على سبيل المثال المتحاربين في الصومال وسوريا واليمن، كما أن السعودية تواصل قصف اليمن وتستمر فرنسا في بيع أسلحة لها. في نقد الحداثة تحت هذا العنوان كتب موريس عايق في صحيفة الحياة اللندنية مضيفا: بعد انهيار أنظمة الاشتراكية الواقعية والسيطرة التامة للرأسمالية التي تبدو أنها بلا بديل، يتقدم الشكل الأخلاقي الصرف والمتشائم للنقد ليحتل كامل الصورة، فتتم استعادة صور متخيلة عن عصور ساد فيها الوئام الأخلاقي والحب بين أعضاء الجماعة، عصور أخلاقية حطمتها الحداثة. بالنسبة إلى هذا الشكل من النقد، لن يعني أي مسعى لتقديم يوتيوبيا حديثة وتنويرية ومتجاوزة للرأسمالية سوى استبطان للقيم الحديثة الشريرة وتقنيات السيطرة التي تستخدمها لإعادة إنتاج مجتمع لا أخلاقي مخترق بالسلطة والتحكم مرة أخرى. هذا هو النقد الذي وجدت التيارات الإسلامية نفسها مشدودة إليه ومغرمة به، فهو يشجب الحداثة نفسها على أساس أخلاقي قائم على استدعاء مباشر للدين والتراث وتقديمهما بوصفهما الشكل الضروري وحتى الوحيد ربما للتصور الأخلاقي عن العالم.
يمتاز هذا النقد بعدم تمييزه بين وجه إيجابي وآخر سلبي للحداثة، كما فعلت حركات التحرر الوطني بتوجهاتها الليبرالية أو الاشتراكية لاحقا. بالنسبة إليه، الحداثة نفسها أصل الداء. إن المعضلة الأولى لهذا النقد في شكله الغربي الصرف هي عدميته بقدر رجعيته، فهو لا يقدم ما يمكن البناء عليه. ففي اللحظة التي نسعى إلى تقديم بدائل، سنقع في شراك الحداثة نفسها. المعضلة الأخرى هي صورته الأحادية البعد، وفي شكل مفرط للعالم الحديث الذي لا يراه إلا بوصفه كارثة. في الحالة الإسلامية التي تستعير هذا النقد بعد إضافة بعض البهارات الإسلامية، تبدو المشكلة مضاعفة. ففي حين يستهدف النقد الغربي مجتمعات حققت منجزات كثيرة مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والتطور العلمي، فإن النقد الإسلامي يعيد إنتاج هذا النقد تجاه مجتمعات ودول لم تحقق حتى الحد الأدنى من هذه المكتسبات السياسية والاجتماعية فضلاً عن العلمية. إلى أخبارنا المنوعة، حيث نطالع في موقع عربي بوست: تحطم أغلى طائرة عسكرية في العالم، لم تمضي 24 ساعة على أول طلعة لها. يقول الموقع: تحطمت طائرة شبح F-35 أمريكية بحادث أثناء مهمة تدريبية شرق الولايات المتحدة، في حين تم إنقاذ الطيار. ويعد هذا الحادث هو الأول لهذه الطائرة الأغلى في التاريخ غداة أولى طلعاتها القتالية بأفغانستان. وقال مسؤول في وزارة الدفاع طلب عدم ذكر اسمه أن الطائرة التابعة لمشاة البحرية المارينز تحطمت خارج القاعدة الجوية للمارينز في بروفورت بساوث كالورينا. وأكد المسؤول: لقد تحطمت تماما. وأشار مكتب شرطة بروفورت إلى إخراج الطيار سالما، ويجري حاليا تقييم وضعه الصحي، وتبلغ تكلفة كل طائرة من هذا الطراز نحو 100 مليون دولار. والخميس 27 سبتمبر أيلول 2018 نفذت طائرات شبح F-35 الأمريكية أولى طلعاتها القتالية في ولاية قندهار بأفغانستان، استهدفت مواقع لحركة طالبان بمشاركة أكثر من طائرة أقلعت من سفينة الهجوم البرمائية USS. في جولتنا المصورة لهذا اليوم نطالع صورا متنوعة، نبدأها من صورة عمال الإغاثة وهم يوزعون أكياس الدقيق التي تبرع بها برنامج الغذاء العالمي في مركز بحجة للهاربين من الحرب في مدينة الحديدة، وصور أخرى من أنحاء العالم التقطتها عدسات مصوري صحيفة الجارديان البريطانية. نتابع. لفناني الكاريكاتير طريقتهم وأسلوبهم الخاص في التعبير عن وجهات نظرهم ومناقشة القضايا وتوجيه النقد والاعتراض. مجموعة من هذه الرسوم نتابعها الآن. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء.